أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضا بنسبة 0.66% عند مستوى 7271 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 55 مليون دينار. وصعد سهم شركة المباني بنسبة 0.24% يغلق عند 0.83 دينار. بينما تصدر سهم شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 8.21% يغلق عند 0.19 دينار. ثلاث سهم الاستثمارات الوطنية بنسبة 3.88% يغلق عند 0.22 دينار. لا أيضا سهم شركة مشاريع الكويت بنسبة 2.61 يغلق عند 0.11 دينار.